حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الاحمر احنا الشعب الخط الاحمر احنا الشعب الخط الاحمر احنا الشعب الخط الاحمر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الاحمر احنا الشعب الخط الاحمر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر مصر دولة مش معسكر مصر دولة مش معسكر مصر دولة مش معسكر مصر دولة مش معسكر الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، استجابة للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، فإننا نخرج اليوم أن تفق نهار في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر التوبة، شهر القرآن، شهر القربات، أن تفق نهار وهو شهر كما قلت شهر التوبة والرجوع إلى الله، وهو أيضا شهر الجهاد. رمضان شهر الجهاد، رمضان شهر الاهتمام بأمر المسلمين، ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بالله عليكم يا أبناء النضور، بالله عليكم، ألا يهمنا ما يحدث في مصر؟ ألا يهمنا تلك الإعدامات من القضاء الانقلابي؟ ألا يهمنا قتل الأبرياء؟ ألا يهمنا 4000 شهيد في رابعة والنهضة وما تلا بعد ذلك؟ ألا يهمنا؟ بالله عليكم أيها الأحباب، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يهمنا؟ صبرا صبرا صبرا، فإن الصبح قريب إن شاء الله تعالى، صبرا فإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ صبرا فإن النصر آت، صبرا فإن الفتح والفرج قريب إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله رب العرش العظيم